عاجل. تعليم الجيزة تعلن فتح باب التظلمات لامتحانات النقل. أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بتعليم الجيزة للعام الدراسي 2022-2023 ولمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس، وذلك بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. وأشار وكيل المديرية في بيانه اليوم الاثنين إلى أنه على ولي الأمر أن يقوم بتقديم طلب التظلم لمدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها 20 جنيها للمادة، وذلك طابقا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، موضحا أنها في حالة أحقية الطالب فالتظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.